المقدمة هذه، وهي أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله مرارا وتكرارا أمر أصحابه بأن يكتبوا كل ما يقول، اكتب فإنه لن يخرج من فمي أو مني إلا حقا، اكتب اكتب في حال الغضب وفي حال الرضا، اكتبوا اكتبوا. يا رسول الله لماذا نكتب؟ حتى يحفظ ماذا؟ حتى يحفظ التراث، حتى لا يمكن لأيدي العابثين والوضاعين أن يتلاعبوا بحديث رسول الله، حتى ينشر كما أصر على كتابة القرآن، حتى يحفظ بين المسلمين أصر رسول الله صلى الله عليه وآله على كتابة حديثه، لأنه هو المبين للقرآن لتبين للناس ما نزل إليهم، هو المبين الأول. اكتبوا اكتبوا. ولكن انظروا ماذا فعلت السلطات التي جاءت بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. أصر الذين أولئك الذين جاءوا بعد رسول الله، وهذه من نتائج السقيفة، أصروا، التفتوا لي أعزائي، أصروا على ألا يحفظ تراث رسول الله، ألا يكتب تراث رسول الله، ألا يدون تراث رسول الله، ألا يبث حديث رسول الله. يعني الثقافة النبوية تبنى عليها الأمة أو لا تبنى؟ لا لا لا، إبعاد الأمة عن الثقافة استفرغت ماذا؟ أحسنتم، إفراغها من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله. سيدنا، أين هذا الكلام؟ هذه دعوة خطيرة، الجواب أمامكم أعزائي، لا أطيل، بسرعة. المستدرك على الصحيحين أعزائي، المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري وبذيله تعليقات الإمام الذهبي، الجزء الأول، هاي الأربع مجلدات، الجزء الأول صفحة 110، الرواية هذه، انظروا ماذا يقول. أن عمر بن الخطاب قال لابن مسعود، التفتوا إلى الناس الذين منعوا، بلي يعني كبار أصحاب رسول الله، لابن مسعود ولأبي الدرداء ولأبي ذر اللي هو أصدق لسان ما أضلت الخطر، عجيب هؤلاء، قال ذر ما هذا الحديث عن رسول الله؟ يقول لهم من؟ من يدعي أنه هو ماذا؟ خليفة. حافظ سنة رسول الله، هو خليفة رسول الله، ما هذا الحديث عن رسول الله؟ وأحسبه حبسهم بالمدينة حتى أصيب، يعني حتى ماذا؟ حتى قتل، يعني إقامة ماذا؟ إقامة جبرية. لماذا؟ لماذا؟ لماذا في نظركم؟ حتى لا ينشر، لا ينتشر حديث رسول الله. عجيب. وأنتم تعلمون جيدا أن هؤلاء كثير من الناس الذين دخلوا الإسلام سمعوا من رسول الله، يعني دخلوا إلى الإسلام في فتح مكة، سمعوا عن رسول الله أو لم يسمعوا. فكان ينبغي على صحابة رسول الله أن ينشروا ماذا؟ الحديث الصحيح، حديث رسول الله. وأمثال من؟ أمثال عبد الله بن مسعود، وأمثال أبي ذر، وأمثال هذه الطبقة. هؤلاء منعوا منعا باتا. الإمام الذهبي هذه عبارته، يقول هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. التفتوا، قد تقول أن الحاكم النيسابوري هو لا يؤتمن، التفتوا، قال عن شعبة عن ابن إدريس، هذا الذهبي يقول على شرطهما، على شرطهما، شرط من؟ الشيخ. شرط البخاري ومسلم. مسلم. هذا الحديث الأول. الحديث الثاني أعزائي، ما ورد في جامع بيان العلم وفضله لأبي عمر ابن عبد البر المتوفى 463 من الهجرة، تحقيق الزهيري، الجزء الثاني، دار ابن الجوزي، صفحة 177. قال أتدرون خرج فشيعنا ثم دعا بماء عن قرضة بن كعب،
قال خرجنا فشيعنا عمر إلى صرار ثم دعا بماء فتوضأ ثم قال أتدرون لما خرجت معكم؟ قلنا أردت أن تشيعنا تكرما بذلك؟ قال إن مع ذلك لحاجة خرجت لها، إنكم تأتون بلدة لأهلها دوي بالقرآن كدوي النحل فلا تصدوهم بالأحاديث عن رسول الله. أصبحت عملية عجيب صد. عجيب، يعني أحاديث رسول الله تصد الناس عن ماذا؟ عن القرآن. عجيب، إحنا لا نعلم واقعا حقيقة. جزا الله خير عمر بن الخطاب أوضح لنا حقيقة لا نعلمها، وهي أن حديث رسول الله تصد يصد ماذا؟ يصد عن القرآن الكريم. كونوا على ثقة، لست بصدد التنقيص أو أبدا، وإنما بصدد حقائق هذا التاريخ أعزائي، حقائق هذا التاريخ اللي بعد ذلك سأشير ما هي المخاطر لهذا. ماذا يقول؟ قال قرضة فما حدثت بعده حديثا عن رسول الله أبدا. خلص، وبطبيعة الحال عندما مات قرضة انتهت كل الأحاديث الذين النتيجة ما هي؟ انظروا ماذا يقول. يقول صحيح أخرجه الحاكم عن فلان وفلان وفلان إلى آخره، هذا حديث صحيح له طرق تجمع ويذاكر، ووافقه الذهبي. هذا المورد الثاني. المورد الثالث أعزائي، البداية والنهاية ولا أطيل، البداية والنهاية للحافظ ابن كثير تحقيق الدكتور التركي، المجلد 11 صفحة 372 أعزائي، البداية والنهاية، المجلد 11 صفحة 372. قال ولا تشغلهم بالأحاديث، وهذا معروف عن عمر. لا يحتاج إلى إثبات ابن كثير، يقول هذه من السنن التي سنها ماذا؟ عمر. سنها عمر في سلطته وفي حكومته. أنا الآن بيني وبين الله أترك للمشاهد الكريم أن يحكم أنها سنة حسنة أو أنها سنة ماذا؟ سيئة. سنة سيئة، أنها بدعة، أنها موافقة لسنة رسول الله الذي أمر أن يكتبوا، أو أنها مخالفة ماذا؟ مخالفة لسنة رسول الله. ما هي النتيجة أعزائي؟ حتى لا أطيل، ما هي النتيجة؟ النتيجة أعزائي أنه استمر هذا الوضع لمئة عام، وهذا بتصريح أعلامهم. الآن أنا الحمد لله هذا الكتاب معي، بتصريح أعلامهم شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد الحنبلي تحقيق عبد القاهر أرناؤوط دار ابن الكثير الجزء الأول صفحة 270. يقول من مآثر عمر بن عبد العزيز ولو لم يكن له من المكارم سوى الأمر بتدوين الحديث النبوي الشريف لكفاه فخرا. أنا سؤال عندي للمشاهد أضعه بيد المحققين، إذا كانت هذه مكرمة فما تلك؟ أحسنتم أستاذ علام، إذا كانت هذه هي السنة فما تلك؟ هذا أولا، وثانيا أنه يكشف أنه من بعد رسول الله ومرورا بزمان الأول والثاني والثالث وزمان علي ثم العهد الأموي من السفياني والمرواني إلى زمان ماذا؟ عمر بن عبد العزيز، كان يدون الحديث أو لا يدون؟ لا يدون. يعني ماذا؟ يعني ترك الباب مفتوحا على مصراعيه، على ماذا؟ على وضع الحديث والتلاعب بالحديث وتزوير الحديث وتقطيع الأحاديث وعشرات الآفات التي ابتلي بها حديث رسول الله، وإلى يومنا نحن ندفع الثمن. من أسس لهذا الأساس؟ والأمر للمشاهد. أغلق باب الصدق وفتح باب الكذب. كذب والوضع والتزوير والتلاعب. طبعا هنا لا استثني احدا، التراث مملوء بهذا. حتى ادى، التفتوا، ونحن لم نتجاوز اوائل القرن الثالث، اواخر القرن الثاني واوائل القرن الثالث، وصلنا الى مرحله ان شخصيه مثل الامام احمد بن حنبل يريد ان يكتب هذا الكتاب الضخم في الاحاديث،
يقول انتقيته. ما معنى الانتقاء؟ بمعنى يعني وكان خلصته من خلصته الشوائب. من الشوائب انتقيته، انتقيت هذا المسند، مسند الإمام أحمد، وهو حدود 37-38. هذا الكتاب أنقله، هذا الحديث أعزائي من كتاب الذب الأحمد عن مسند الإمام أحمد للعلامة الألباني في صفحة 12. انظروا ماذا يقول. يقول إن هذا الكتاب، ينقل عن أحمد بن حنبل، إن هذا الكتاب قد جمعته وانتقيته من أكثر من 750,000. يعني كم حجم الأحاديث الموضوعة إلى أواخر القرن الثاني وأوائل 750,000، 37,000 استطاع أن ينتقيها. وفي هذه المئات يعني يعني 715,000 حديث موضوع، موضوع أو لا أقل ولا أقل. ماذا؟ ضعيف، ضعيف ومسند. هذه الظاهر ماذا، كيف نشأت؟ نشأت ببركة ماذا؟ ما سنه الخليفة الثاني، أو ما سنه الخلفاء غير علي، ما سنه هؤلاء. هسه قد تقول لي سيدنا أين ذهب علي، لماذا علي لم يفعل شيئا؟ أقول هو أعطي مجال لعلي حتى يفعل شيئا. هي 4 سنوات إلا أشهر وثلاثة حروب مولانا واستشهاد والذئاب. أين أعطي المجال للعمل؟ أترك هذا، ما أريد أدخل له، أريد أبين لك عظم هذه الظاهرة.